بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع حل قطعة جديدة من قطع الثانوية العامة، فلنبدأ. Dear Granny Mary، يبقى عزيزتي جدتي ماري. I am sorry it's taken me forever to reply، بأنا آسف فقد استغرق مني وقت طويل لكي أرد. I'll explain why in a moment، أنا سوف أشرح السبب في دقيقة. First، أولا، I want to know how things are in the care home، أردت أن أعرف كيف الأمور تسير في منزل الرعاية أو رعاية المسنين. I enjoyed your story about the new neighbor، أنا استمتعت بقصتك بخصوص الجار الجديد. فيلز and the birthday balloons، وبالونات عيد الميلاد. She sounds like quite a funny lady، فهي تبدو بأنها سيدة رائعة أو مضحكة تماما. Did they manage to get the cake off the ceiling in the end، فهل تمكنوا من أن يأخذوا الكعكة بعيدا عن السقف في النهاية؟ I can only imagine the mess، فأنا فقط أستطيع أن أتخيل الفوضى. As well as finding out how you are doing، وأيضا أريد أن أيضا أكتشف كيف حالك. I am writing to tell you that، أنا أكتب لأخبرك أن. I have started a new job، أنا قد بدأت وظيفة جديدة. Teaching Spanish at our local secondary school، يبقى أدرس اللغة الإسبانية في مدرسة الثانوية المحلية بنا. My first proper job since university، وظيفتي الصحيحة منذ تخرجي، أو أول وظيفة صحيحة لي منذ تخرجي من الجامعة. Being the junior member in the staff room feels a little bit like being a school boy again، لكوني أصغر عضو في هيئة التدريس أو في حجرة المعلمين أو التدريس بتجعلني أشعر بأنني كما لو كنت طفل مدرسة أو تلميذ مدرسة مرة أخرى. The term only began a fortnight ago، يبقى طبعا الترم بدأ فقط منذ أسبوعين. But it's been great so far، ولكن كان عظيما حتى الآن. I get on with everyone I have met، فأنا على علاقة جيدة بكل شخص قابلته. And my head of department seems very supportive، ورئيس القسم بتاعي يبدو متعاون جدا أو مساند جدا. I am organizing a school trip to Granda in the summer term to visit the Alhambra Palace، يبقى أنا بنظم رحلة مدرسية إلى جراندا في الترم بتاعي الصيف لكي أزور قصر الهامبرا. And of course get the kids to practice their conversation skills، وبالطبع أجعل الأطفال يمارسون مهارات التحدث الخاصة بهم. There are some budgeting issues to sort out، هناك بعض الأمور أو القضايا خاصة بالميزانية لكي تحل. But I am optimistic it will go ahead، ولكني متفائل بأن الأمور ستسير على ما يرام. Anyway، على أي حال، that's enough about me، هذا يكفي بخصوصي. I know we can always video call، أنا أعرف أننا دائما ممكن أن نتصل عبر الفيديو. But I love rereading your letters and picturing all your funny stories، ولكني أحب أعيد قراءة خطاباتك وأصور طبعا كل القصص المضحكة التي تخبئ كل القصص المضحكة الخاصة بك. I keep all your letters in a drawer in my desk to look back on، فأنا أحتفظ بكل خطاباتك في درج في مكتبي لكي أنظر إليها مرة أخرى. Do you think you and Phyllis will become good friends؟ فهل تعتقدين أنت وفيليز ستكونون أصدقاء جيدين؟ From what you have said، مما قد قلتي، she has a great sense of humor، فهي لديها إحساس بطعن عظيم بطعن هيومر لروح الدعابة، يبقى لديها روح دعابة كبيرة. And would make an excellent ally، وقد تكون
رفيق أو مساند ممتازة. Just don't leave your falsities or glasses lying around. طبعا لا تتركي طعم الأسنان بتاعك أو النظارة بتاعتك طعم ملقاة على الأرض. Or who knows where they will end up. أو من يعرف أي سوف ينتهي أين سوف ينتهي بهم المطاف. Take care اعتني بنفسك. Lots of love كثير من الحب. Timmy. طبعا دي كان الخطاب. نشوف الأسئلة وإجابتها. أول سؤال: What's the main topic of this passage؟ ما هي الفكرة الرئيسية لهذه القطعة؟ طبعا هتبقى الإجابة عندي هي لتربي the special relationship between a grandparent and her grandchild. يبقى العلاقة الخاصة ما بين حفيد ما بين جدة وحفيدتها. 16. Which of the following best summarizes paragraph 2؟ أي من التالي بيلخص بطريقة أفضل الباراجراف الثاني؟ as well as. طبعا هتبقى الإجابة letter D. بقى as well as بالإضافة إلى Timmy is enjoying his new position. يبقى تيمي بيستمتع بوظيفته الجديدة and has big plans for his students. وله طبعا خطط كبيرة لطلابه. رقم 17. Which of the following is closest in meaning to the underlined word for tonight؟ أي من التالي بيكون أقرب في المعنى للكلمة اللي تحتها خط اللي هي for tonight؟ طبعا معناها أسبوعين فهتبقى 2 weeks أسبوعين. 18. Which of the following best describes Timmy؟ أي من التالي بيصف بطريقة أفضل Timmy؟ طبعا هتبقى الإجابة letter A. Yeah, he loves his grandmother and is curious about her life. يبقى هو يحب جدته ولديه حب استطلاع بخصوص حياتها. لأن بعد أقرأ الخطابات بتاعتك مرة تلو الأخرى. 19. Timmy thinks that Phil is not his grandmother. اللي تيمي بيعتقد أن فيلز طبعا هتبقى letter B. Would be a good companion for. ستكون رفيق جيد لجدته. 20. Which of the following is not true؟ أي من التالي ليس حقيقيا؟ هتبقى الإجابة letter D. Timmy is concerned that his trip will be cancelled. بأن تيم قلق بأن رحلته سوف تلغى لأنه قال أنه واثق أن الأمور ستسير على ما يرام. 21. According to the passage طبقا للقطعة Timmy is the not member of the teaching staff. Timmy طبعا يبقى least experienced. يبقى هو العضو الأقل خبرة في هيئة التدريس لأنه قال هو أصغر وأحدث واحد فيهم. 22. Why might Timmy have taken longer to write this reply؟ بقى لماذا تيمي قد استغرق فترة أطول لكي يكتب هذا الرد؟ طبعا هتبقى الإجابة letter A. He's been very busy with his new job. يبقى كان مشغولا جدا في وظيفته الجديدة. شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.